مصر مصر وتونس الحقيقه، لانه مباراه ما كانتش حلوه حتى يا كابتن المباراه. صحيح. يعني على راي عويس قال لك يعني ايه، ولا المنتخب ده ينفع يكسب، ولا المنتخب ده ينفع يكسب، ولا المنتخب ده ينفع يتغلب، ولا طب ما هنعمل فيها ايه؟ نتيجه ثالثه، نعمل نتيجه ثالثه، نتعادلوا. لكن في النهايه صعد المنتخب الجزائر في النهائي خلاص. خلاص بعد 19 دقيقه وقت بدل ضايع. اذا نهائي افريقيا، نهائي كاس العرب ما بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري الجارين هيكونوا في النهائي، ومنتخب مصر سيلاقي ان شاء الله منتخب قطر يوم السبت الساعه 12 ظهرا. كابتن علاء، شفت المباراه ازاي في ظل الاداء اللي مش عارف، الناس كتيره جدا شايفه ان هو اداء لم يكن جيد في هذه المباراه؟ هو لم يكن جيد في البطوله كلها. نتكلم بقى ايه بهدوء بعد ما اتفرجنا وخدنا وقتنا. يمكن انا من بدايه البطوله ومن ابتداء كيروش لما بقى المدير الفني للمنتخب، يمكن انا غالبا ولا اتكلمت عليه ولا علقت بالسلب او بالايجاب على اي مباراه لعبها او اي حاجه عملها. انا باخد، انا بحب اخد وقت كده عشان احكم عليه، ماليش دعوه بالسي في بتاعه، السي في بتاعه جبار. بس ده كان يعني السي في جبار، بس حاجه انتهت. انا عايز اللي جاي الموجوده، الحاجه اللي انت هتعملها معايا كمنتخب مصر، منتخب ليه اسم كبير قوي. بص يا اسلام، بمنتهى منتهى الامانه كده، انا مش شايف اي تغيير في المنتخب من ناحيه الاداء. ممكن من ناحيه الاشخاص، بيبدل لعيبه ويجيب لعيبه وما بياخدش لعيبه، وهو بيستعمل حاجه ان هو ما فيش حد بيقدر يكلمه. وده دايما الاجنبي لازم يبقى عارف، يعني ما فيش حد يقدر يحاسبه كتير. المدرب المصري او الوطني زي ما بيقولوا. بتتكلم عشان اسمه يا كابتن مش كده؟ لا، عشان عامه الجنسيه، تاريخه يعني، تاريخه وجنسيته كمان بتفرق. قبل اي مدرب اجنبي، حته انك لو البرتغالي تحديدا كمان، خلي بالك. البرتغالي كمان احنا عارفين طبعا، بس والله في فروق يا اسلام برضه. لكن هو برضه يا بلال، حته التعامل مع الاجنبي انت بتحاول تسيب له كل حاجه اللي انت عايزه، مع المصري او الوطني انت بتحجمه. لا، او ما ينفعش، لا ما ينفعش يبقى، خليك في 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 في, في المقاييس ذاتك واحده. هو عمل كل اللي هو عايزه، كل اللي عمله عايزه. عايز في الدوري بوقف الدوري، عايز اعمل معسكرات بقى معسكرات، بطلع لعيبه كبيره وخبرات مفيش حد بيتكلم. على عكس لو حصل ده مع مدرب مصري كانت السوشيال ميديا قتلته. انا سمعت بركات بيتكلم في النقطه دي تحديدا، لانه طبعا بركات كان مدير المنتخب ما قبل فتره مع كابتن حسام البدري. قال لك تخيلوا يا جماعه لو احنا منتخب، يعني انا ما سمعتوش والله، بس هي دي حاجه. قال لك تخيلوا لو كنا احنا مشينا يعني، او ما خدناش شريف وقفشه، كان ايه اللي حصل ساعه لما ما كانش بياخد، او ما خدتش طارق، او ما خدتش طارق حامد. كان انت كنت على السوشيال ميديا موتتك، وكانت في ناس تهدلك على البيت، كانت الدنيا اتبهدلت. بس عشان هو مش مصري فانت ما بتكلموش. هو رايه صح، هو ليه ما العقده بتاعتنا، المصيبه السوداء، بس مش هفتح اتكلم فيها كتير، ان دايما الاجنبي بيفهم احسن منك. اوكي، هو انت متخيل بتتعامل مع واحد اجنبي فهو بيفهم احسن منك، فما تقدرش تعارضه في قراراته، مع ان معظم القرارات كلها غلط. نتكلم بسرعه بقى من الفتره بتاعت كيروش. البطوله اللي انا شفتها دي، انا عن نفسي مش شايف اي تحسن في الاداء لمنتخب مصر. اوكي، بغض النظر عن كابتن حسام او غير كابتن حسام، مش دفاع عن كابتن حسام خالص يعني لكن انا مش شايف اي تحسن. هو اللي زي بقول لك يا اسلام، اللي عمل هو بيجيب لعيبه ويشوف لعيبه وكده، وده متاح ليه. لكن تحسن في الشكل، في الاداء، في طريقه لعب، في شكلك في الملعب، انا اتحدى اي خبير كروي، اتحدى او اي حد بيفهم في الكوره، او اي حد فرق على مباريات، يجمع لي مباريات المنتخب كده ويقول احنا كنا بنلعب ازاي، وشكلين ازاي، واحنا بندافع، وشكلين ازاي بنهاجم. بس مش انا مش طالب غير كده. طيب هنكمل.